نازل على اكل عشاء الصبح، نازل الساعه 9:30، فتح محله، نزلت بالفراخ، فضل الفراخ في القفصه بتاعت الفراخ، وقدر الاقفاص بيركنها بره على الطريق بعيد عن الورشه بتاعته اصلا خالص. ابن حط القفصين، ادى للواد اللي شغال معاه قال له حط القفصين، حطهم. راح احمد دوخ ماسك القفصين راح رميهم في الشارع. راح الواد جه بيقول لاحمد، احمد ابني بيقول لاحمد ابو اسكندر رمى القفصين، راح قال له طب روح حطهم مكانهم تاني. راح احمد حطهم، الواد اللي شغال مع احمد ابني راح حطهم، احمد ابني بقى حاططهم كده كده بتاع الفراخ بيوزع على المحلات كلها الفراخ، وبعد كده بعد ما بيخلص الفراخ بيرجع يلم الاقفاص الفاضي، يعني كده كده الاقفاص دي كده كده مش قاعدة، الاقفاص دي كده كده ساعة والراجل هيجي ياخدها، ما بيقعدوش أكتر من كده. بس جه أحمد لما جه الواد حطهم تاني، وأحمد ابني جاله بيقول له في إيه يا أحمد؟ بيقول له الاقفاص دي مضايقة عليا، قال له مضايقة عليك ليه يا عم؟ ده الاقفاص بعيد عنك. قال له لا الاقفاص مضايقة، قال له كده كده هيجي كمان ساعة وهيجي ياخد الاقفاص. قال له لا حوشهم من هنا. قال له يا عم احنا كده كده نازلين ناكل عيش زي بعضينا، انت نازل تاكل عيش وانا نازل اكل عيش، خلينا ناكل عيش مع بعضينا. قال له لا مفيش حاجه اسمها ناكل عيش مش ناكل عيش. قال له يعني ايه؟ قال له يعني الاقفاص دي ما تبقاش هنا. وراح ماسك الاقفاص راح مطوحها تاني في الشارع. هو اساسا لما موضوع الاقفاص ديت وراح راميهم، ابني بيميل يجيب الاقفاص راح جايب شومه فيها حديده راح خبط ابني على رجله. لما خبط ابني على رجله ابني اتكف في الارض. اتكف في الارض، راحت مراته جابت له حديده وراحت مدياله بتقول له اضربه. يعني مراته برضو التانية برضو ما تتسابش، قالت له اضربه، جابت له الحديدة من الورشة. راح خبط احمد ابني بقى خبطتين على دماغه، خبط احمد ابني خبطتين على دماغه، ابني وقع في الارض. ما كفاهوش ان ابني وقع في الارض، دخل المحل جايب سنجة ولا مش عارفة بلطة ولا بيقولوا عليها ايه، وجاي عايز يخبط احمد ابني بقى تاني على دماغه. جابوا لي ابني بتوك البيت على اساس انه مغمى عليه، راحوا حاطينه على كرسي وجابوا توك، جابوا لي ابني البيت. انا نازله من البيت لقيتهم بيقولوا لي، لقيت واحد بيقول لي يا خالتي، بقول له في ايه يا محمود؟ والتوب بيقول لي تعالي بس، وانا بقول له التوب ده هنا بيعمل ايه؟ وعربيه الاقفاص بتاعت الفراخ كانت جايه وراه، بقول له عربيه الاقفاص دي هنا بتعمل ايه؟ هو في ايه؟ قال لي بس تعالي يا خالتي بس، ده احمد مغمى عليه. دخلت بقول له، بيقول لي هو في التوب توب، ببص يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد احمد، ما فيش احمد خالص خالص خالص، اقسمت بالله. ابص لابني، ابنه عينه مسبله، بقه مقفول، ابني لا بيتحرك ولا بيتكلم ولا ابني جاي لي خلصوا.